بغية التعريف بمنتجات المرأة الريفية وإبداعاتها وكذا تسليط الضوء عليها. شارك عدد من النساء الجزائريات المبدعات في المعرض الوطني لتسويق منتجات المرأة الريفية، حيث عرضنا أفضل ما جادت به أناملهن على غرار الزيوت الطبيعية ومنتجات العناية بالصحة والجمال وكذا السلع الغذائية. عندنا مختلف المواد الغذائية، عندنا فيهم البهارات، بهار محمد للتتبيل، عندنا السيرو اللي هي المشروب السكري المركز بثلاث أدواق، عندنا الخل الطبيعي، الخل الطبيعي عندنا فيه خل تين شوكي، خل الرمان، وخل التمر وخل التفاح الطبيعي. أنا عندي حلويات صحية مخدومة بالخروب، هذا المنتوج موجود بزاف في بلادنا، حبينا نستغلوه. كاين الناس اللي ما يعرفوش، حبينا نبينوا هذا المنتوج باش الناس تولي تعرفوا وفيه فايدة كبيرة. هذا خاصة للأطفال، خدمنا لمجة صحية بالخروب للأطفال. المهنة هذه فيها جانب اللي هو لو دون، موهبة من عند الخالق سبحانه وتعالى، والجانب التكويني أكيد يعني تكونت، والجانب الوراثي اللي هو الوالد الله يرحمه كان يحب كل ما هو أعشاب، كل ما هو زيوت. منتجات طبيعية مصنعة من خامات ذات جودة عالية وأسعار جد تنافسية، هو ما قد تلاحظه عند اقترابك من السلع المعروضة. هذو سيدي تيمونياج غيال تاع الناس اللي جربوا المنتوج، اللي هو هذا صابون على لافون وهذا صابون على جيرانيوم روزا، زوج نوعين يحلوا نفس مشكل البشرة. بديت بهذا الزيت طبيعي لإنبات الشعر، طورت علاجات أخرى مثل علاج الإكزيما، مثل علاج البسورياسيس، علاج حب الشباب، درت مام زيوت اللي تعالج آلام المفاصل، لا توندينيت، لا بيرسيت. المعرض الذي دام 3 أيام غايته أيضاً خلق قناة تواصل مباشرة بين النسوة المنتجات والمستهلك، وكذا خلق روح المنافسة بين المنتجات تشجيعاً للإنتاج المحلي وتنوعه، فضلاً عن تمكين الأسر الريفية عن طريق دعم مشاريع النساء الريفيات.